المعاملة الوحشة هي من أكثر المخاطر اللي بتؤدي بالشخص إلى آثار سلبية عقلية وعاطفية وجسدية. المعاملة الوحشة منتشرة بين الناس وقليل نلاقي حد بيتكلم عنها، وفي كتير من الأوقات تعتبر بأنها حاجة طبيعية، ودي كارثة كبيرة. والكارثة الأكبر من كده هي لما بتكون سوء المعاملة مقصودة تجاهنا. بس إزاي نعرف نتجنبها؟ وهل في حد يفهم بيشعر باللي بنمر بيه لما بنعاني من سوء المعاملة؟ هتكلم أكتر عن سوء المعاملة وحلها بعد الفاصل. بتحصل سوء المعاملة لما بيبص شخص على شخص آخر بنظرة فوقية وتعالي، وبيحس إنه أحسن منه، وده معروف كتير في العالم النهاردة، وبينتج عنه أشخاص مكسورين عاطفياً ونفسياً بيدوروا عن حل الكسر اللي في حياتهم بطرق مش صحيحة. بس هل من الممكن حل الكسر ده عن طريق محادثة صغيرة مع شخص؟ هل في حد يقدر بكلمات قليلة يشفي كل الكسور اللي في حياتنا واللي نتجت عن سوء المعاملة من الناس اللي حوالينا؟ في فيديو النهاردة هنشوف قصة عن امرأة اتكلمت مع يسوع لوقت قليل في يوحنا 4:41. نشوف الفيديو مع بعض ونرجع نتكلم عنه. وكان لابد له أن يجتاز السامرة، فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سخار بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه، وكانت هناك بئر يعقوب. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر، وكان نحو الساعة 6. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع: أعطيني لأشرب. لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما، فقالت له المرأة السامرية: كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع وقال لها: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة: يا سيد، لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضاً، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. قالت له المرأة: يا سيد، أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع: اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. أجابت المرأة وقالت: ليس لي زوج. قال لها يسوع: حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة: يا سيد، أرى أنك نبي، آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح
والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. قالت له المرأة: أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. قال لها يسوع: أنا الذي أكلمك هو. عند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس: هلم انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ فخرجوا من المدينة وأتوا إليه. في قصة النهاردة هنشوف إن يسوع هو اللي بدأ الكلام مع المرأة، بدأ الحوار ده بطلبه المساعدة منها. يسوع اللي يساعد جميع الناس يطلب المساعدة من المرأة دي، بس ليه؟ كانت الطريقة دي هي أفضل طريقة يقدر يتكلم معاها يسوع بطريقة محترمة، لأنها ما كانش للمرأة دي ماضي مشرف. والأكثر من ده، تخطى يسوع حدود الانقسامات، والساعة 6 ما كانش الوقت المناسب إن تجيب فيه المية من البير. ونعرف من ده ان المرأة كانت تحاول تتجنب وجودها حول الحريم التانية لما بيروحوا يجيبوا مية. واللي يخلي الكلام ده معقد اكتر هو ان راجل يهودي يتكلم مع امرأة سمرية برغم المشاكل والكراهية بين الامتين. الكلام اللي دار بينهم خلاها تفكر، وده كان هو اللي عايزه يسوع. بغض النظر عن الكلام اللي دار بينهم، بس راحت المدينة قالت ليهم حاجة واحدة. الرسالة بتاعتها كانت انها قابلت شخص يعرفها ويعرف ماضيها، وده كان ما يهمش يسوع في حاجة. اهتمام يسوع الحقيقي هو في شخصها. كشف الغطاء بتاعها اللي مش كويس، وكرمها بمعلومة ما شاركهاش مع ناس كتير بانه هو المسيح المنتظر. مهتمش يسوع بالماضي بتاع المرأة، مهتمش بالانقسامات بين اليهود والسامرين، وهو مش مهتم بالحاجات اللي بتخلي الناس تسيء لبعض. والسؤال المهم هو: ازاي بتشعر لما بيقابلك شخص يعرف كل حاجة عنك، كل حاجة، ولسه بيعاملك باحترام؟ ازاي هيكون ردك لشخص زي ده؟ شارك معي في التعليقات. يسوع يعرف كل حاجة عنك، ودي الحاجة اللي مفروض ما تخوفكش، لانه هو مش هيسيء لك او حتى يشعرك بالعار على انت عملته في الماضي. بس معرفته الكاملة بتخليه في مكان يقدر من خلاله يساعدك اكتر من اي حد تاني. لو كنت بتشعر بان ماضيك سيء والناس ما بتحترمكش، بتحس بالانكسار والاحباط بسبب معاملة الناس السيئة ليك، تعالى وتعالي ليسوع. هو هيعطيك الاحترام اللي بتدور عليه واللي تحتاجه. هو بيهتم بشخصك وبحياتك بالكامل. علشان كده ما تنساش انك تقدر ترسل رسالة لينا عبر الروابط الموجودة تحت الفيديو، وهنساعدك في استرداد مكانتك واحترامك مع يسوع.